بريغوجين هو شخص أعرفه منذ مدة طويلة، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. لقد كان شخصا بشخصية غريبة، لقد ارتكب أيضا أخطاء في حياته، والأمر يتعلق بحياته الشخصية وكذلك بما حصل في الأشهر الأخيرة. لا يمكن أن ننكر أنه كان شخصا موهوبا، قدم خدمات ونتائج خدماته كانت جيدة في بلدنا وفي إفريقيا، ولقد قدم خدمات في مجال النفط والغاز. والبارحة فقط علمت بأنه عاد من أفريقيا.